امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟ إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق صار ابنا لها، صار أولاده أولادا لها، تكون جدة لهم من الرضاعة، تكون جدة لهم من الرضاعة، ويكون أولادها أعماما، ليكونوا إخوة للمرتضع وأعماما لأولاده، فلا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة، لأن أولاد المرضعة يكونون أعماما لأبناء الرضيع، يكونون أعماما لأبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادا للمرضعة من الرضاع، معنى أنها تكون جدتهم من الرضاعة. نعم. بارك الله فيكم.